يتكون بستان الجسمانية من 8 أشجار زيتون عمرها قرون، وتقع على سفح جبل الزيتون. وفقاً للإنجيليين متى ومرقس، هذا هو المكان الذي قام فيه يهوذا بخيانة يسوع وتسليمه أثناء الصلاة مع تلاميذه بعد العشاء الأخير. اليوم يشير مصطلح الجسمانية إلى 3 أماكن يحرسها الفرنسيسكان تحيي ذكرى عذاب يسوع والقبض عليه في الليلة التي تعرض فيها للخيانة، وهي مغارة الجسمانية وبستان الزيتون وكنيسة الأمم. وقد كان المسيحيون في نهاية القرن الثالث يعتبرون الجسمانية مكانا للصلاة. سنقوم بالحج إلى منشأ هذا المزار برفقة الأب أوجينيو إلياتا عالم الآثار في معهد الكتاب المقدس لفرانسيسكاني. كان يأتي الروبان لفرانسيسكان ويقودون الحجاج الآخرين إلى الجسمانية، أين يتوقفون؟ في بستان صغير يحتوي على أشجار زيتون قديمة تسمى أشجار الزيتون الرومانية. أشجار الزيتون هذه كانت ملكاً لمسلمين من القدس. كان التجار البوسنيون هم الذين اشتروا الأرض في القرن 17 وقدموها كأداء نذور للديانة المسيحية. وهكذا تمت إحاطة المكان بجدار وأصبح حصرياً مكاناً للصلاة. لاحقاً أرادت حراسة الأراضي المقدسة توسيع قطعة الأرض هذه مع أشجار الزيتون، فاشترت أرضاً مجاورة تقع باتجاه الجنوب. كان هناك أيضاً بعض أشجار الزيتون القديمة التي يمكن استخدامها كمكان للصلاة، وفي هذا المكان بالتحديد ظهرت للعيان بقايا الكنائس القديمة. خلال أعمال التنقيب ظهرت كنيسة صليبية، حيث يمكن رؤية الجدران الجميلة، كما تم تحديد الصخرة التي كانت بمثابة ذكرى للحدث بالنسبة للحجاج. لقد ذكرت الكنيسة في المصادر في القصص القديمة للحجاج على أنها كنيسة الصلاة، لأن اهتمام الكنيسة يقع على تلك الصلاة التي تلاها يسوع في الجسمانية: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. هذا هو قلب رسالة المكان، صلاة يسوع. كانت هنالك رغبة في بناء كنيسة جديدة وجميلة بدلاً من الكنيسة الصليبية التي دمرت، ولذلك تم عمل العديد من المشاريع. لقد بدأ العمل على الفور، ولكن عندما حفروا أساسات هذه الكنيسة ظهرت فسيفساء ملونة جميلة، وهي من بقايا كنيسة أقدم. وفي ذلك الوقت تم اتخاذ القرار بإعادة بناء أقدم كنيسة تعود إلى العصر البيزنطي من القرن الرابع، وقد ذكرتها بالفعل الحاجة الشهيرة إيجيريا. هذه الفسيفساء التي تم العثور عليها أعطت فكرة عن أناقة هذه الكنيسة. كما أكد الأب إلياتا أن الفسيفساء الحديثة التي أنجزت بشكل جيد للغاية احتفظت بأناقة الكنيسة القديمة حتى يومنا هذا. تم بناء الكنيسة الحالية بين عامي 1922 و1924. لقد تعاون العديد من الدول في التبرعات الكثيرة من أجل بنائها، ولهذا السبب تسمى أيضاً كنيسة كل الأمم. لقد أوكلت مهمة تصميم الكنيسة إلى المهندس المعماري بارلوتسي. الأب جاودنسيو أورفالي هو من رسم ثمار أعمال بارلوتسي. هذه الصخرة المركزية للكنيسة. وفقاً للتقاليد المسيحية في الوسط أمام المذبح يوجد العنصر الأكثر تميزاً ومثيراً للاهتمام في تاريخ المزار. في هذه الحالة تكون الصخرة أكثر ما يميزه. الصخرة التي في وسط الكنيسة هي التي تجذب الحجاج الذين يأتون لتكريمها، ليس لذاتها وإنما لمن صلى عليها.
الفسيفساء تصور خيانة يهوذا، صخرة الخيانة، في حين أن الفسيفساء على الجانب الآخر تصور مشهد القبض على يسوع الذي أخذه الجنود في هذه الحالة أيضا فوق صخرة. إذن هي صخرة الصلاة، صخرة الخيانة، صخرة القبض على يسوع. على سقف الكنيسة توجد شعارات النبالة النحاسية للدول التي تعاونت في بناء الكنيسة. في عام 2013 خضعت الكنيسة لعملية ترميم طويلة، وقد شهد مشروع الجسمانية للحفاظ على الماضي وصياغة المستقبل ترميم الفسيفساء السمينة. في عام 2020 وأثناء بناء النفق يصل بين كنيسة النزاع ووادي كيدرون في الأسفل، وجدنا أنفسنا أمام مفاجأة، ميكفي، حمام طقس يهودي يعود إلى 2000 عام. كما كشفت الحفريات الأثرية التي أجراها معهد الكتاب المقدس لفرانسيسكاني بالتعاون مع سلطة الآثار الإسرائيلية عن كنيسة بيزنطية وبقايا الدير أو نزل للحجاج يعود للقرون الوسطى، إلى جانب بعض من الآبار لجمع المياه. علم الآثار في هذه الحالة هو تأكيد لما نقله التقليد بدءا من نص الكتاب المقدس، وعندما تكون لدينا هذه العناصر الثلاثة، نص الكتاب المقدس والتقليد وعلم الآثار، يمكننا القول إنه لدينا عناصر اليقين الكافية لتحديد المكان. كما خضعت أشجار الزيتون في الجسمانية إلى التحليل من قبل خبراء في علم أحياء النبات وعلم فيزياء النبات من الجامعات الإيطالية والمجلس القومي للبحوث، وذلك بناء على طلب حراسة الأراضي المقدسة. كما أظهرت الدراسة أن جذوع أشجار الزيتون وأغصانها يبلغ عمرها حوالي 900 عام، مما يجعلها من أقدم أشجار الزيتون المعروفة. ولكن ليس هذا فقط، فإن أشجار الزيتون تنتمي إلى الصنف الأصلي واحد، ولديها جميعها أيضا نفس الحامض النووي، مما يعني أنها انتشرت عن طريق شتلات أخذت من نبتة أم واحدة. كان هناك أيضا حجاج مميزون في الأراضي المقدسة، وهم الباباوات الذين كرموا صخرة نزاع يسوع، وأيضا قاموا بزراعة شجرة زيتون أخرى في البستان المقدس، مثل ما فعل البابا بولس السادس خلال رحلة الحج عام 1964 والبابا فرانسيس في عام 2014. بالنسبة لكل مسيحي تشكل أشجار الزيتون هذه مرجعية حية لآلام المسيح. في رحلة حج الصوم الأربعين هذا لعام 2021 عند تقبيل صخرة نزاع الرب، نطلب الحياة والمصالحة للجميع، لا سيما في هذا الوقت من الوباء حيث الناس يعانون. من هذا المكان ينطلق موكب المسيرة إلى الكنيسة، وجهة حج الصوم الأربعين الثاني. وقد ترأس القداس الأب دوناتشانو باراديس ريفيرا بمشاركة رهبان حراسة الأراضي المقدسة جنبا إلى جنب مع كهنة من رهبانيات أخرى، وينصب التركيز على صلاة يسوع قبل اعتقاله. بعد أن ذكر بحوار آخر مع الآب بمناسبة التجلي على جبل طابور، يشرح الآب لوكاس بوبكو في عظته أنه حان الوقت لكشف آخر ليس في النور ولكن في الليل، إنها واقعة تكشف أن التواصل بين يسوع والآب هو أكثر عمقاً. كل صلواتنا وطقوسنا تتلخص في هذا، لتكن مشيئتك، أو أضع نفسي بين يديك، كما لاحظ الآب بوبكو مذكرا بكلمات تلفظ بها يسوع على صخرة النزاع مختتما عظته. ولكن ما نلاحظه هنا أنها ليست وحدة يسوع، وإنما هو التواصل مع الآب.